Salam alaikum, habibkoum ana encore une fois. La deuxième session du deuxième tour du Batoulat le Maghrib, le Biardo Sani, le Highball. Le match de la Jemaa Mehdi Bouchane au Suleiman Ouzzawit, un très joli match, une très belle affiche. Mehdi Bouchane la casse, la première casse. Défim bien sûr, mais là au premier en 9. Mehdi Bouchane la table. Ando les billes pleines. Il y a la une au fond de à gauche. Donc il y a Mehdi. Donc il y a la main Suleiman. Suleiman les. Ando Isaba. Ferzel Diallo. عنده إصابة في الرجل ديالو ولعب بها نتمنوا له الشفاء العاجل لسليمان الزاويت سليمان في الغيه هنا يخرج الأفون فوق اليمين يلعب أفون فوق أغوش سليمان Très bien joué Suleiman qui creuse la dernière bille Diallo. Au fond, au fort, à l'aisar. Oh la noire fait même trop 7-8 Suleiman au Zawit. طريق لو بروميي بوان هاد لو ديفي هذا اوك لعبة ميليو تخي بيان جوي سليمان دخل على ميليو رازاج كومبلي ضريبة زوينة عند سليمان الزويت باش يولي سكور 1-0 ديال سليمان في لا طابل 2 لاعب معاد مناضل كونتر عمر الديناري سكور ديالهم 0-0 يلا بداو تما مع بداو اون بارلي مع لو ماتش
واحد زيرو سليمان أوزيوي في الطابلو كوتي، واحد زيرو ديال موعد مناضل. دونك الليغال بريك سليمان أوزيوي كدير الليغال بريك. دونك سليمان كيعتذر ليه لاغبيط على ان لاكاس كانت ليغال ماشي ايليغال. كان تري جولي ماتش صراحة، يسهل المشاهدة. ميدي بوشان سليمان أوزاويت دو كون جوار دو شامبيون. دونك هنايا ميدي بوشان مخرجش مزيان، عندو لي بي بلان، كان باغي يخرج لا دو او فون الفوق ادوات. او مخرجش ليها مزيان، نشوف شنو يدير شنو يدير بوشان مهدي في هاد لوكو هادا. كي غاطي هنا ميدي، ميدي بوشان كي غاطي و كيعطي لا مال سليمان. سليمان توجور في ليغيي، دونك هنا يطيح او فون، خرج للميليو ادوات. بيان جوي سليمان او فون تحت على اليسر، ان بتي تي في ادوات كوم سا باش يبقى لابي ديال الوسلاطا يبقى لاعب ميليو سينون او فون. انت الصوت ما مسموعش ولا كتسمعوني؟ خويا سفيان جو كخوا المشكل عندك اخويا، ماشي عندنا الصوت راه كاين حبيبي. دونك الصوت انا بعدا عندي في التليفون، نشوف الناس اللي حاضرين معنا واش كيسمعونا ولا ما كيسمعوناش.
هشام الهواري قال لي كاين غير قليل اخويا، كنحاول نضرب شويه لحقاش نقرب اللعابه قرب لي طابل بجوج. هشام قال لي دابا مزيان، كنشكرك اخويا هشام. دونك لا دوزيام طابل سكور 2-0 ديال المعاد مناضل، ولا طابل قدامنا 1-0 ديال سليمان. ولا ما عند ميدي بوشان اللي بقى عنده لا دو، كيخرج لانوار مي صعيب هنايا. مهدي بوشان يستعمل بالغالون جو الرازاج كاين شوية، دونك زعما ماشي ميتريزابل هاد لانوار هادي. اوه كيتمكن مهدي بوشان باش يولي السكور 1-1. تخي بيان جوي مهدي. ان باغتو مهدي بوشان و سليمان و الزاويت. سليم قال لي مزيان، هشام قال لي كنسمع مزيان، عز منصور قال لي الصوت بعيد وضعيف. شوف لي كيت اخويا. لحقاش كنحاول اخويا نطلع شويه الفوليوم كنصا باش تسمعوني مزيان. دونك كاين الناس كيسمعوا مزيان وكاين الناس اللي ما كيسمعوش مزيان، ما عرفتش الصراحه المشكل واش من عندنا ولا من عندكم. كندوي على عزيز منصور، كندوي هشام قال لك كنسمعو مزيان، سليم تو قال لك كنسمعو مزيان. تروازيام فريم لاكاس عند مهدي بوشان اللي كيدير ان كاس ليكال. وين كاس لاكال من عند مهدي بوشان، مهدي بوشان لي كونفيرما لي بي بلان. تري بيان جو مهدي، يبقى الميليو هنايا. حسام الشرفي لاكاس اللي قبل من هذه تعاود انه وحده اخو جديد سليمان. ديال سليمان ولا ديال مهدي بوشان؟ واحد الساعة كاع لاكاس خويا كانوا ليغال. كان ليغال اخويا، و لاربيتر غلط
قال illégal ou après que حنا قلنا العزيز احربي بيان سور سي اومان الغلط كي وقع قلنا العزيز ان راه كاسر ليغال ماشي illégal واعتذر بيان سور لسليمان وتحيدات لي illégal بريك سليمان وزويت اللي بيغي يطيح او فون تحت اغوش يعاود يخرج لو فون تحت لو ميم ترو كنجد الترحاب كاع الناس اللي عاد التحقوا بينا وحاضرين كيترجم معنا في هذا الماتش هذا وكنطلب منكم الدراري عفاكم لو ماكسيموم دو بارطاج باش يوصل لو لايف لكاع الناس اللي ما داخلينش لا لي باج ديال الجرين لا باج ديال الاف كافي ولا لا باج ديال لاسوسياسيون دونك هنا المهدي بوشان ضد مغطى سليمان مهدي بوشان بقاو عندو دو بي عندو اوفون الفوق تخي بيان جوا كيبقى الميليو كيبقى الميليو ادوات موعد مناضل بلوتو مهدي بوشان ماشي مواد مناضل مواد مناضل لاعب في لا طابلا كوتي مهدي بوشان كيخرج لانوار ديال جوج الواحد تخي بيان جوي مهدي بوشان كياخد الدوزيام بوان دونك سكور جوج لواحد الدراري كاتريام فريم لا كاس تكون عند سليمان والزاويت سليمان هنا كيدير الليغال بريك واحد زارو في الليغال بريك عند سليمان مهدي بوشان في لاطابل
خي اسماعيل الشهر يربح اخويا البارح يلعب حتى اليوم ان شاء الله مازال ما جاش. سكور في لاطابل دو جوج لجوج عمر ديناري و معاد مناضل. اكزاكتومون خويا حزام الشرفي شتي اللي كاين كانت ليغال بريك و نورمال كان خاص يكمل سليمان. المهدي بوشان في لغاية كيخرج اللوفون الفوق على اليمين واش يلعبو لابول ولا يلعب ديريكت واش لي ترو ديجا فيه الام بي غي ديالو ترو ديجا ديريكت الاولانية نضربها كوريكسيون كوريكسيون جو كخوا مسالي عند المهدي بوشان في 3-1 مسألة وقت التخوازيام بوان طريق. نعم مهدي بوشان لانوار ميليو لانوار ديال التروزيام بوان بيان جوا مهدي لا نوار ميليو ا دروات او كيضربها في العظم مهدي بوشان خيونس مهدي بوشان لعب دابا نيت اون باغالي مع هاد لو ماتش لا طابلو كوتي لعب مع ديناري السكور ديالهم جوج جوج او تري بيان جو مهدي بوشان اللي كياخد هنا لو تخوازيام بوان بطريقة زوينة صراحة اون نوار مانيفيك تستيرا اوف وانت تحت اليمن باش يولي سكور 3-1 ديال مهدي بوشان.
دونك سكور 3-1 وصلنا للسانكيام فريم لاكاس عند مهدي بوشار اللي كيدير الليغال بريك. ولا ريبريز ولا لا مان كياخذها سليمان. سليمان يلعب بلا دو يقي سا ديفونس تري بيان جوي سون فوت. نشوفو إشانج ديفونسيف بين سليمان والزاوية ومهدي بوشان. مهدي بوشان كيدير فوت هنايا بيون مان سليمان والزاوية بوشون في مابا في لاطاول. سليمان هنا اللي عنده لي بلان واش غيبدا بلا اون ولا يبدا بلا دو اللي كاين الفوق لا بلو هادشي اللي غادي نشوفو انصومبل الدراري. دونك غادي يبدا بلا اون ميليو خصو يفكر في لا تخوا اللي كاين دونك فكر فيها دابا حاول انه ليبيرا شيئا ما تولي دايزا. دونك ليبيرا كيطيح اوفون سليمان كتبقى ليه لا تخوا هي لا غوج كتبقى ليه ميليو سليمان والزاوية. تري بيان جوي سليمان وكتبقى ليه لا سينك لورونج اوفون فوق على اليسار. انا سليمان كدير فوت
دونك هنايا مهدي بوشان توجور في لغاية كيطيح ميليو تخي بيان جوي عندو ميليو ا غوش لونكل باش يخرج الميليو ا دروات وتبقى يبقاو ليه لي دو بي غي اوفون فوق اللي الله صرف لي تو سكور ديال معاد مناضل عمر دينار 3 جو ديال معاد dernière bi milieu on a noir c'est milieu 7-8 score voilà de la noir elle est 4-1 diel midi prochain très bien joué midi score qui est 4-1 Donc 6ème frame la casse and Suleiman Ouzouel qui donne une casse légale. Donc 4 des levy qui foutu le khad de la casse. Maintenant la confirmation. عند مهدي بوشان هنايا مهدي مهدي بوشان اوفون تحت على اليسار سكور معاد مناضل عمر دينا توجو 3 جوج ديال المعاد مناضل قدامنا 4-1 ديال مهدي بوشان هنا مهدي كي غاطي لا غاي او فون فوق اولا لا بلين او فون فوق على اليسار وكيعطي لها مع سليمان سليمان والزاويت ما عندوش شي كره سهله صراحه في لاطاول او كيطيح او فون على اليمين
ما كانت سهلة. لونغ بوت كيبقى الأوفون تحت هاكوش بيها باش يخرج لميليو، لميليو هو باش غادي يخرج لليفي اللي بقاو ليه الفوق، بقاو ليه تخوا، يبقاو ليه ربعة ديال الليفي الفوق. حنا كو ديفونسيف عند بوشال مدي، بوشال مدي سليمان، سليمان تو غادي يجاوب ديفونس يخرص لي بوشون و مو هاد المناظر هنا كياخد لو كاتريام بوان. سكور كيولي 4-2 ديال مو هاد المناظر كونتر عمر الديناري. هنا مدي بوشان كيدير فوت بيوم عند سليمان، بولا بولا فون سليمان تري بيان جوي، تري بيان جوي ميتريزات بولا بول مقيا. نعاود يلعب اوفون فوق اليمن ولا على اليسر، ايشونج ديفونسيف بين سليمان ومدي بوشان. دونك سليمان كيحاول انه يشد لو ترو ديال اوفون فوق اغوش. دونك باقا ساعه و3 دقائق في هذا الماتش، في لي دو ماتش بيان سور، هذا الماتش ديال الديناري ومناضل ساعه و3 دقائق، دونك دازت 42 دقيقه. سليمان الزويت في طريقه، حمزة بن جلول مناضل أخويا 4-2 ديالو، 4-2 ديال المعاد. سليمان خرج ناقص هنا لا ديغنيغ فيغيي ديالو. سليمان كثر
4 ميليو او كيخرج لانوار او فون او لا لا او لانوار كتضر في العظومة كتوقف سليمان ما فيناش لاطابل ما فيناش لاطابل سليمان مدي بوشان كيطيح او فون او كيخرج بارفي لا ديرنيغ بي ديالو اللي هي لا 3 كيخرج لها ميليو سينك ان ساتين فريم لاكاس عند المدي بوشان مدي اللي كضرب ليغال بريك مدي بوشان في لاطابل كي غاطي مدي بوشان كي غاطي مدي بوشان وكانت على من سليمان سليمان لا طابل صراحة سليمان لعبش لنيفو اللي كان عارفوه عليه ومع دور سيغطو كيف قلنا الإصابة اللي عنده في رجليه سكور معاد مناضل عمر ديناري 4-3 سليمان سليمان هنا كيغاطي مدي بوشان الميليو ما كطيحش كضرب قريبا العظم ديال الميليو اضواد